جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. كثير من الأخوة المستمعين وكثير من الأخوات المستمعات يشكون من هذا المرض، مرض الوسوسة، هل من كلمة جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الوسوسة وكثرتها أنها مرض وتسلط من الشيطان، فعلى المسلم أن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان، خصوصا بعد الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا لا يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر، لأن يكون عنده ما يشوش فكره، بل يدخل في الصلاة وهو مطمئن البال. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام، ونهى أن يصلي وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، كل هذا من أجل أن يتفرغ المسلم لحضور قلبه في الصلاة، ونهى عن الإسراع في المشي عندما يأتي الإنسان لصلاة الجماعة، لأن هذا الإسراع يشوش عليه فكره ويثير نفسه، وقد يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر. كل هذه الأمور يتجنبها المسلم عند الصلاة من أجل أن يدخل فيها وهو مطمئن البال. وبالدرجة الأولى يكون مستحضرا لعظمة الله سبحانه وتعالى في صلاته، ومن هو واقف بين يديه، ويتدبر القرآن الذي يقرأه أو يسمعه من الإمام، كل ذلك مما يذهب عنه الوساوس. يا الله. نعم.